بسم الله. لو انا عايز ارسم حائط باجي من تولز اقول له انا عايز ارسم اركتكشر. لو عايز ارسم حاجات بسيطه زي مستطيل باجي في بيزك. في عندي حاجه اسمها ويزرد، ده بيديني بعض العناصر الكويسه اللي ممكن ابدا اشتغل عليها استخدمها في الشغل بتاعي. يعني ممكن اكون مثلا عايز باب او حاجه من هنا، ممكن اجي عليها واروح مختارها وابدا احطها معايا في الشغل بتاعي. ممكن انا اكون مثلا محتاج حائط مثلا، اروح مختار احد الجوانب بتاعته بالباب بتاعه. ممكن تكون انت عايز سيكشن مثلا زي دوت، تسحبه وتروح حطه. وكذلك لو في سلالم بتلاقي مجموعة سلالم كتيرة موجودة اهيت، ممكن تسحبها وتاخدها. ممكن تروح مختار تلاقي عناصر كتيرة موجودة هنا، ممكن مثلا عمود شكله كويس. ممكن دايمنشن مثلا، التكست عندي هنا مثلا عمود، اروح اعمل سيلكت على العمود واختار نقطة من النقط اللي انا ممكن احرك من خلالها. مثلا العمود دوت اخد مثلا الجنب دوت واسحبه وابدأ اشتغل عليه، او ادوس رايت كليك واقول له انا عايز اعمل كولوم فابدأ اعمل كولوم، او اقول له ماتش وابدا انسخ المعلومات اللي موجوده هنا لعمود تاني. تمام، فبيديني شويه امكانيات كويسه جدا اللي هي الوزر ديت. بيبقى فيه ادوات كتيره ممكن انت تستخدمها في المشروع ويكون فيها الاعدادات بتاعتها مظبوطه، تبدا تاخدها معاك في اللوحه بتاعتك. يعني مثلا ممكن تكون انت عايز هاتش مثلا معين او حاجه زي كده، ممكن اروح اسحبها واشتغل بيها، او رايت كليك واقول له باترن وابدا ارسم انا الباترن بتاعي زي ما انا عايز بالشكل دوت.